إكسبرس إف إم تزيد في القيمة. إكسبرس إف إم الأخبار. أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري. دعا النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد جلاد خلال حضوره اليوم في برنامج حديث الساعة للإسراع في تنظيم انتخابات سابقة لأوانها وضرورة تغيير القانون الانتخابي، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على نتائج الاستشارة في ذلك. باهي ما يسالش تصير انتخابات ويلزم تصير انتخابات، وكلنا نطالبوا بانتخابات سابقة لأوان، بنا نظام سياسي وبنا قانون انتخاب. وشكون يحط القانون الانتخابي؟ يحطوا فرد رئيس الجمهورية بعد نتائج الاستشارة فقد مشروعيته. شرعيته موجود ما نجم ينازعوا فيها حتى حد، هو رئيس جمهورية منتخب بالصندوق، كل مؤسسات الدولة سيبت كل شيء ولات أولوياتها الاستشارة، والنتيجة حوالي 530 ألف فيهم تقريبا 100 ألف من 16 سنة 18 سنة ما عندهمش الحق معناتها يكونوا في التصويت. بالتالي هذا ما يأكد ويجبر على الحوار الوطني مع كل اطراف سياسي. تقول لي حاول، هي ال 500 ألف عطاوك 11 مليون ونص ما عطاوك، ايش رايهم؟ ايش نعملوا؟ احنا 12 مليون مش نسمعهم الكل؟ كيفاش؟ كيفاش باش تعمل قانون انتخابي؟ أكد البنك المركزي التونسي استعداده لطرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئة 5 دنانير صنف 2022 و 50 دينارا صنف 2022. وأضاف البنك في بلاغ له اليوم أنه سيتم تداول الورقتين النقديتين الجديدتين بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا. كشف الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي في تصريح له اليوم للإذاعة الوطنية عن أن أجور الأساتذة النواب لم تصرف إلى حد الآن، وأن هنالك خرقا واضحا للقانون فيما يتعلق بمكتسبات المدرسين وترقيتهم المهنية، ملوحا باللجوء إلى القضاء. مدرسين منذ بداية السنة الدراسية لم يتلقوا أجورهم إلى حد الآن، يعني النواب منذ بداية السنة الدراسية لم يتلقوا أجورهم إلى حد الآن، هذه جريمة قانونية ترتكب في حق الأجراء. والمسألة الثانية تخص الترقيات، هذه مسألة سطو على القانون وتحيل على القانون واضح، ولذلك نحن اخترنا ضمن آليات النضال متاعنا وضمن أساليب النضال متاعنا أن نلتجئ إلى القضاء، لأنه في هذه الحالة هناك خرق واضح للقانون في علاقة بمكتسبات المدرسين اللي خاصة ترقيات المهنية وأيضا بمفعول هذه الترقيات. ومن أخبار العالم، حيث أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة اليوم أن موسكو وواشنطن لم يعودا شريكين بعد الآن، بعد أن اتهمها بسرقة أموال روسية وسط العقوبات التي فرضتها ضد روسيا جراء العملية العسكرية في أوكرانيا. وختاماً، أعلنت الشرطة السويدية عن إصابة 26 من عناصرها و14 مدنياً في الأيام الأخيرة، وذلك خلال صدامات عنيفة مع متظاهرين احتجوا على تجمعات مزمعة لحركة يمنية متطرفة اعتادت حرق نسخ من القرآن. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز، قدمته لكم نواع مغربي، إلى اللقاء.